منتخب مصر للجودو قدم أداء رائع في البطولة الإفريقية وحقق إنجاز تاريخي في تاريخ اللعبة في مصر. أبطال وبطلات الجودو المصريين حصدوا عدد كبير من الميداليات، ذهب وفضة وبرونز في مشهد يفرح القلب. أبطال الجودو، أبطال وبطلات الجودو، الأهم من الميداليات هو إنه إنجازهم وتراكمية بطولاتهم أهلتهم لأولمبياد باريس 2024 القادمة إن شاء الله. هنكون في انتظارهم. حجزوا مقاعدهم في لعبة الجودو في باريس أولمبيكس 2024. عاش أبطال الجودو المصريين، عاش. أبطال وبطلات عدد كبير جدا، سواء كانوا كمنتخب جماعي أو كأبطال وبطلات حصلوا على ميداليات فردية. واحد واحد بقدم لكم التهنئة والتحية والامتنان عشان أدائكم، وأتمنى أن يبقى فيه فرصة النهاردة نسمعكم كلكم، يا رب الوقت يكفي. بس خلينا كده على الهادي وعلى روقان، بالرغم من الفرحة والحماس، نقول رئيس الاتحاد المصري للجودو السيد مرزوق علي. محمد أبو رقية، الميدالية الذهب أو واحدة من الميداليات الذهب وصلنا. عبد الرحمن محمد، ذهب أخرى. احنا طبعا جبنا شوية ذهب حلوين وفضة حلوين وبرونز حلوين، وآية إيهاب برونزية. وأخيرا تحية خاصة جدا، ليس فقط لأنه رئيس جهاز المنتخبات، إنما لأنه واحد من أبطالنا الأيقونيين، واحد من الشخصيات اللي في زمن أو في سنين كنا دايما نقول للولاد بصوا ده، بصوا البطل ده، بصوا صاحب الإنجاز ده اللي اسمه اترفع ورفع معاه اسم بلدنا في الرياضة، البطل محمد رشوان. الألقاب الرسمية اللي لها كامل الاحترام، بس طبعًا يعني كابتن محمد رشوان الأسطورة بتاعتنا طبعا،
أسطورة مصرية. طبعا احنا في البداية لازم اشكر حضرتك جدا 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 ان احنا في اهم برنامج في الوطن العربي. هو يا رب يخليك بجد. حضرتك مش متخيله السعاده بتاعتنا وبتاعت اللعيبه لما عرفنا ان احنا هنطلع مع حضرتك في البرنامج. يعني الناس كلها انتوا بتقولوا ايه؟ احنا اللي جايين فرحانين والله. جايين كلنا من البيت فرحانين. خلينا بعد تاني يوم بعد الفرحة بتاعتنا والمكسب والبطولة ان نلاقي الاهتمام اللي احنا شايفينه ده، فاحنا لازم نفتخر ببلدنا مصر. بلدنا عظيمة، بلدنا كبيرة قوي. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم والمساندة. بجد بجد حضرتك مش متخيلة نظرات الفخر اللي احنا بنعيشها والاحساس اللي احنا عايشينه من الانبهار بتاعه الافارقه لما وصلوا مصر وشافوا التنظيم وشافوا الاستقبال. بجد شكرا لبلدنا العظيمه مصر، شكرا لوزاره الرياضه، شكرا لكل حد ساعدنا. الانجاز ده كبير جدا. صحيح. الانجاز ده كبير باللعيبه. كمان اوجه تحيه للمتحده للخدمات الاعلاميه. طبعا طبعا المتحده للخدمات الرياضيه اللي بتقرب المسافات. طبعا شريك كبير جدا جدا. ايوه لحظه واحده، انا شايف الشباب على فكره انتوا نجوم، يعني سوبر ستار، فوجودكم على الشاشه ده حاجه عادي جدا.